أخفق مجلس النواب الخميس في عقد الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس المجلس في الثالث من آذار الحالي لمناقشة الأوضاع في الأنبار بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يلبي الدعوة سوى 57 عضواً معظمهم من كتلة متحدون المقاطعة أصلاً لجلسات المجلس. متحدون وبعد تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، أعلنت في مؤتمر صحفي انزعاجها من عدم حضور المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية والقيادات العسكرية في الأنبار للجلسة، وعدت الأمر تهربا من مساعي حل الأزمة التي تشهدها المحافظة. البحث عن أزمة جديدة لكي يهربوا من فشلهم في إدارة هذه الأزمة التي راهنوا فقط فيها على الحل العسكري ولم يعطوا فسحة للعمل السياسي، أم إنها حسابات انتخابية ضيقة من أجل تجديد ولاية ثالثة؟ وفيما لم توضح كتلة متحدون إن كانت قد أنهت مقاطعتها لجلسات مجلس النواب، عد أعضاء في كتلة وطنيون الذين حضروا جلسة اليوم دعوة النجيفي لعقد الجلسة بأنها مناورة انتخابية، وأن بعض قيادات متحدون تدير أزمة الأنبار. قيادات كبيرة منهم تدير تلك العمليات، هذه مناورة رخيصة على من يكذبون، هذه قضية واضحة اليوم. احنا لما حضرنا علمنا حتى الدعوة لهذه الجلسة هي مناورة، لأنه هؤلاء الأشخاص يعني شعروا بأن موقفهم حرج وهي مناورة انتخابية مفضوحة، لكن حضرنا الخاطر أهل الأنبار، ما حضرنا الخاطر قيادات متحدون. وفي موضوع آخر، لا يزال الخلاف والجدل في تصاعد مستمر حول قانون الموازنة العامة، فالكرد مصرون على موقفهم الرافض لمسودة القانون بشكلها الحالي، في حين دعت كتلة الفضيلة إلى إقرار القانون بالأغلبية إن فشل التوافق السياسي. هناك أمور خطيرة جدا في الموازنة، وجود مواد عقابية داخل الموازنة السبب الحقيقي لتأخر الموازنة. نطالب باعتماد آليات الديمقراطية بإقرار الموازنة والتصويت بالأغلبية في حال فشل آلية التوافق السياسي في تمرير الموازنة لهذا العام. إذن فالموازنة العامة للبلاد باتت وبحسب بعض المعترضين على إقرارها ضحية الانتخابات التشريعية المقبلة، وتحولت إلى مادة انتخابية تتلاقفها الكتل السياسية، في وقت يؤكد مراقبون أن الحياة شارفت على التوقف في العديد من المؤسسات الحكومية بسبب عدم إقرار الموازنة. حسين أسد، الحرة، بغداد.